بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وأخواتي الكرام، نلتقي اليوم في مختصر شرح الأربعون النووية، واليوم مع الحديث الرابع، فبسم الله نبدأ. متن الحديث: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكد رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه الإمام البخاري ومسلم. نأتي إخواني لشرح الحديث. أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث لتعريف المسلم بحقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، فقد دار الحديث حول التقدير العمري للإنسان وما يشمله ذلك من ذكر مراحل خلقه وتصويره، ليعمق بذلك إدراكه وتصوره لحقائق الموت والحياة والهداية والغواية وغيرها من الأمور الغيبية، فتولد في قلبه الشعور بالخوف من سوء العاقبة والحذر من الاستهانة بالذنوب والمعاصي ومن الاغترار بصالح العمل والاتكال عليه. ولما كان سياق الحديث يذكر شيئا مما لا تدركه حواس البشر ولا إمكانياتهم في ذلك الزمان مما يتعلق بعلم الأجنة وأطوارها، اعتبر علماء هذا الحديث علما من أعلام نبوته ودليلا على صدق رسالته، لأن هذا الوصف التفصيل المذكور هنا ما كان ليعرف في ذلك الوقت، وإنما عرف في الأزمنة المتأخرة بعد تطور العلوم وآلاتها. وهذا الذي جعل ابن مسعود رضي الله عنه يصدر حديثه بقوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فهو الذي ما أخبر بشيء على خلاف الواقع وما جرب عليه كذب قط، ولا يوحى إليه من ربه إلا الحق. قوله حدثنا حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد، وهو الصادق المصدوق. الجملة هذه مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق، وقوله وهو الصادق أي الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه كذلك تماما، فهو صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذلك أن الإنسان إذا أتى أهله فهذا الماء المتفرق يجمع، وكيفية الجمع لم يذكر في هذا الحديث. وقيل إن الطب توصل إلى معرفة بعض الشيء عن تكون علم الأجنة. 40 يوما نطفة أي قطرة من المني، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي قطعة الدم الغليظ التي تعلق على جدار الرحم، ومن هنا جاء اسمها. ثم يكون مضغة مثل ذلك أي 40 يوما أخرى، والمضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغ الإنسان، ومن هنا أتي اسمها. ثم يرسل إليه الملك، والمرسل
هو الله رب العالمين عز وجل. فيرسل الملك إلى هذا الجنين وهو واحد الملائكة والمراد به الجنس لا ملك معين، فينفخ فيه الروح، الروح ما به يحيى الإنسان، ما به يحيى الجسم، وكيفية النفخ الله أعلم بها، ولكنه ينفخ في هذا الجنين الروح وتقبلها الجسم، ويؤمر أي الملك بأربع كلمات، والآمر هنا هو الله عز وجل بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. رزقه، الرزق هنا ما ينتفع به الإنسان، وهو نوعان: رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به الدين. وأجله أي مدة بقائه في هذه الدنيا. وعمله أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية. وشقي أو سعيد هذه النهاية، والسعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، أما الشقي بالعكس. فوالله الذي لا إله غيره هذا قسم مؤكد بالتوحيد. القسم فوالله، والتوكيد بالتوحيد الذي لا إله غيره، أي لا إله حق غير الله. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي بأن يأتي بالطاعات ويترك المنهيات، حتى ما يكون أي لا يكون أي لا يوجد بينه وبينها أي الجنة إلا ذراع، وهي كناية عن شدة القرب. فيسبق أي يغلب عليه الكتاب، أي الذي كتب له في بطن أمه، فيعمل بعمل أهل النار، أي من المعاصي كفرا كانت أو كبيرة بإرادته واختياره، فيدخلها أي النار يوم القيامة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، بأن يتوب من ذنبه إما بالإسلام إن كان كافرا، وإما بالإقلاع والندامة ورد المظالم إن كان مسلما. إخواني الكرام، بهذا نكون قد انتهينا من مختصر شرح الحديث الرابع من سلسلة الأربعين النووية، وإلى أن نلتقي في حديث آخر إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.